فلسافه الحمد لله داز شويه مزيانه بخا والله ما عرفت تحط الوضع البشري ياك تحط الوضع البشري الحمد لله خدمنا شي لعيبه و الحراسه راه كيدير كيديروا خدمتهم ما عندك ما دير لهم شي نهار الاول عشيري خرجوك شر من 60 واحد من قيصه ما صح درع عشيري بقى فيا خويا خرجوه صاحبي اول واحد كليكه كامله صاحبي خرجات صح حشومه عليهم الصراحه كيدخلوا كيقول لك حيد سبرديله صح كيدير لك لابار من الفوق حتى لتحت صح كتكون داير هذيك يقول لك حيدها كيف قلبوك في ودنك انا قلت لك كيقول لك قلب لك ودنك اي حاجه دا لي بيل انا في ودناك العام كامل صاحبي وما قرينا والو تقريبا دخلت الدوره الثانيه محيدين النص مشيت النص في الدورات المهم الدوره الاولى ما تحسباتش دوز فيها فرد يعني بحال كيقول لك صاحب البريفيو ملي قراو مصالحتهم يتصوفاو اما صاحب المخزنه ما داروا والو صالح قري راسك براسك يا دي اولا حط فلوس عندك جوج حوايج كلشي دي موتيفاسيون في بدايه العام كيسحب لي العام عاد تخرج مع الطل وانزيد ديك اللعيبه اللي قالوا لك انك زايد دوك شي حاجه كنتسنى نزيدنا شهر لعبات بحال هكا باش مثلا نقول لك بس بريباري على خاطرك زادوك سيمانه صاحبي ما ناش كدير سما جات دير انا لاش ندخلوا حيدوا لي السبرديله قلبوني كامل لقاو عندي التصغير وداو لي كونفوكاسيون وما غندوش اس في تي ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله اليوم كان عندنا فلسفه دخلوا قلبونا مزيان قلبوا لي ودنيا قلبوا لي الشكاره كانت صغير داكشي عادي المهم دواوش معانا دخلوا النيابه داك اللي شقلبوا لينا واش قلب لي الشكاره واحد خدنا ويد لقات صغير في كشاب ما نسيتش ما درتوش معايا انا في الجيب لقاتو في الكشاب قالت لي شنو هذا بطنو ودني قلت لها لا ما نوضش لي قالت لها الصغير ما لقيتيش عندي لقيته في الكشاب قالت لي وانت درتي ونسيتي قلت لها المهم نسيتو المهم ما درتوش عندي في الجيب صافي وكملنا الفرد هو هذا الوطني هو هذاك خرجنا في حالاتنا ودوز معنا للسيد دابا صافي خرجنا بخير المهم واحد الورقه عمراش